قناتي بيوتي دي زات إيناس. اليوم جبت لكم موضوع اللي هو مكياج روتيني ولا مكياج اليومي ماي روتين ميك اب. بون راح نقول لكم كاع الخطوات شنو ندير شنو ما نديرش ولي برودوي اللي ننصحكم بهم باش ديرهم. بون بين قوسين قبل ما نبدا انا بشرتي جافه دونك نصف لي برودوي هادو اللي راح نوريهم لكم يصلحوا لابو سيش. اول حاجه نبدي بها بيان سور هي لاباس تاعي. قبل ما ندير فوندو تاعي عندي لاباس تاعي لو برايمر. بون عندي لو برايمر هذا Every Beauty Primer PS 1 et 5 بزاف شباب. بون خيس في متناول الجميع و اون بليس شباب. جاي سي ان جيل ها هو حنوريه لكم في يديا باش تشوفوه. ها هو دونك تابليكي لو برايمر تاعك وتخليه واحد 2 مينوت 3 مينوت راح ينشف بالخف في وجهك عاد باش تابليكي الفوندو تاعك. قبل ما راح نهضر على الفوندو تاع راح نعطيكم دي مارك تاع لو برايمر. بون انا عندي هذا اذا حبيتي واحد رخيص يعني في متناول الجميع هذا ايفر بيوتي برايمر بي اس رخيص ما راحش يفوت لك 400 دينار حتى ل 500 دينار ما راحش يفوتها. بون كاين لو برايمر ثاني تاع فلور مار لاباس بيه ما شاء الله عجبني. وعندك لو برايمر ثاني تاع جولدن روز سينو انا بغيتو دي مارك يعني بلو سوفيستيكي بصح اكسبنسيف شويه غاليه. عندكم سيفورا ميك اب فور ايفر ماك اكسيتيرا. بون كاين دي مارك يعني بزاف شابين. بون مون لو برايمر تاعي راح ندير فوندو تاعي فوندو تاع يعني بور لا بو سيش ننصحكم بهذه لوريال اكور بارفي نيميرو تاعها 1.5 لين بزاف 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 شابه صراحه. لوريال يعني متوقعتش منهم يديرون فوندو تاع كيما هكا سيلي ما تنافس اكبر ماركات يعني اوتور يعني في كاع لو موند. دونك ننصحكم باش تشروها وتجربوها واكيد راح تعجبكم كما انا عجبتني. بون كاين البودره تاعها ثاني مضغوطه وكاين لو لونتي سيرم تاعها متوفر بنفس درجه اللون ولا ميم مارك ثاني. بون مور الفون دو تان كاينه حاجه اما الى كنتي باغي دي كونتوري كاين دير كونتورينغ با تخدم يعني عينيها والبوبيير تاعها سينو العكس انا ندير العكس نبدا بالبوبيير تاعي نخدم عينيا. بون جينيرال انا ماكياج نهاري ما نديرش فيها بوبيير دونك نبغي حاجه خفيفه ليجير ندير جوست اي لاينر اي ماسكارا سينو لتحت ما نديرش انا كريون نوار بمناسبه ديك لو كريون نوار. بون شحال من اخت سقستني على لو كريون بلون اي لو كريون نوار ولا غري. بون باش توسعي العين تاعك وتكبريها يعني اللي عندهم عين صغيره دير كريون بلون ولا كريون غري كلير. الى يعني عينك كبيره وبغيتي شويه تضيقيها باسكو الكحل الاسود يحدد العين اكثر ويصغرها يعني بين العين صغيره. باغ كونطخ الكريون غري كلير حتى البلون يكبر العين ويردها واسعه. دونك انا عينيا ماشي واسعين بزاف نستعمل الكريون بلون حتى الغري كلير. دونك هادو هما الدرجات اللي استعملهم فلو كريون تاعكم. مور الفون دو تان نخدم بيان سور قلت لكم انا عينيا من بعد ندير كونتورين عينيا نبدا بيان سور بالحواجب. الحواجب ننصحكم بواحد القلم بزاف بزاف شبابي هبل تاع جولدن روز لونغ ستاي هذا يبين الحواجب فيري فيري ناتشور بزاف شابين. دونك فيه اون بروس وفيه بيان سور اللي راح تطراسي بيه بزاف شباب البنات تشروه وما تندموش. موراها بيان سور راح نابليكي لو ايلاينر تاعي ومن بعد الماسكارا. بو لو ايلاينر عندي دو مارك نبريزونتيهم بزاف شابين والمفضلين عندي. الاول عندي ماك كولور بلاك ايلاينر لاستينغ بلومينغ بزاف 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 شباب هذا المفضل تاعي. وعندي لا دوزيام مارك بصح راح قليل يعني سطح بصعوبه لا دوزيام مارك ننصحكم بها هي فلور مال بيرمانونت ايلاينر بين هذا تاني شباب بزاف. بالنسبه لو ماسكارا راح نوريكم دو ماسكارا اللي راهم عندي انا هنا نورمالمون عندي زوج عندي ميك اب فور ايفر دونك عندي هذا هو الاول رومانتيك بيرد بيرفكت لاش ميك اب نيميرو تاع 01 بلاك ديفاينينغ هذا ووتر بروف بزاف بزاف الشباب يعني اللي عندها شفر خفاف. عندي لو دوزيام هذا ميك اب فور ايفر سموكي لاش هذا تاني بزاف شباب
راح نوري لكم الداخل كيفاش يجي. ها هو كي ندير نخدم عينيه نخدم حواجبي لو ايلاينر لو ماسكارا نروح لو كونتورينغ بيان سور بور لو كونتورينغ راح نحتاج اون باليت دو كونتورينغ هاد لا باليت ديجا هضرت عليها في لا فيديو اللي فاتت تاع كونتور الوجه راح نوريها لكم كيفاش تجي دايره دونك ها هي لا باليت تاعي فيها 8 كولور 4 بور لو هايلايتر و 4 كولور بور لو هاي كونتورينغ كنت بون انا قريبا نكملها سي بون لا مارك سي اي دي اس كونتور الا كنتي مبتدئه في الكونتورينغ كيما انا ننصحك بهذه اون باليت ومن بعد كي تتمكني شويه من لي تكنيك وتحكمي روحك غبيا في الكونتورينغ وتولي تخرجي مليح في وجهك اشري اون باليت بروفيسيونيل باسكو لي باليت بروفيسيونيل تاع الكونتورينغ يعني غاليين شويه دونك هادي راح تستقام لك واحد 800 دينار هكا شريتها والله ماني عاقله نورمالمون 800 دينار بون باش نابليكي لو كونتورينغ لي بروس بيان سور ولهاد لي بروس الثاني هضرت عليهم في اون فيديو تاع الفراشي نحتاجو لو فلوكي بوف باش نمشي لا كولور فونسي ونحتاجو البيوتي بلندر باش ندخل لو هايلايتر ونحتاج هاد لو بينسو وهذا وهاد الصغير بور لو ني بور لو كونتور دو ني هذا نكمل لو كونتورينغ تاعي بيان سور ندير لو بلوش عندي زوج تاع لي بلوش عندي روز كلير دونك انا نبغي هاد الالوان روز كلير و هاد لا كولور دونك هادي لا مارك بورجوا هي من بعد كي ندير لو بلوش تاعي ندير لا بودر ليبر بون لا بودر ليبر ولا البانانا باودر ولا لوز باودر دونك عندها بزاف اسماوات هادي ان شاء الله نبرومي لكم راح ندير لكم اون فيديو عليها بون اللي تبغي تشريها تشريها انا من راح نعطيكم خدعه اليوم ما نشريش لا بودغ ليبر انا ندير لو تاك بيبي بزاف شباب صدقوني جربوها وردوا لي الخبر دونك بلايص اللي ديري فيهم لو هايلايتر ديري فيهم التاك بيبي وخليها واحد 5 مينوت لو طون اللي ديري الغوج على تاعك ولا ديري التراس على تاعك اكسيتيرا كي تكملي لي ليفغ تاعك بالبانسو كيما هكا يعني يكون فلافي معمر تقلعي كاع داك الزياده تاع لو تاك بيبي وموراها نخدمو بلو هايلايتر اللي ننصحك بهذا لو هايلايتر بزاف شباب تاع ميس كوب اليمينايتر كريم ها هو بزاف بزاف شباب صراحه يعجبني و هايلايتر كملنا لا فيديو تاعنا نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم عجبكم لي زاستوس تاعي ولي برودوي تاعي نبقى لي غير نقولكم تهلاو في روحكم تهلاو في صحتكم نضرب لكم موعد مع نوتر فيديو وموضوع جديد وما تنساوش الاشتراك في القناة اسفل الفيديو حتى يوصلكم الجديد وتابعوني على صفحتي في الفيسبوك والانستغرام مع السلامة